معانا الحاج علي من المنوفيه. اتفضل يا حاج علي. لا الحاج علي حاج من البحيره. اتفضل يا حاج علي من البحيره. اتفضل يا فندم. سؤال معلش لو سمحت يا دكتور عمرو. اتفضل. انا عندي 70 سنه. ما شاء الله شاب ما شاء الله. واتجوزت واحده من حته اسمها الدار بعد سيوه كده بشويه. طيب. وقعدت معايا حوالي عن 10 15 يوم وبعد كده قالت لي لا من استعجلني العيشه والحكايه والروايه. اتصلت باخوها وقلت لها اجيبها الوضع وانا من صناعيتها غصب عني. فايه دلوقتي الحل يا دكتور عمرو؟ انا وديتها لاهلها. ليه وديتها لاهلها؟ مش تحاول معاها؟ ما انت حضرتك يعني حكيم وعاقل ويا اول ما تقول انا عملت اللي تخلصني من ربنا كله ورب شاهد واكيد على اني بقول. طب بتسالي عن اني سؤال يا حاج علي دلوقتي. بتسالني عن اني سؤال؟ السؤال انا دلوقتي دافع مهر 20. طيب. وكاتب اي مدخن خمس 5000 يعني ولا 50000؟ طيب وكاتب اي 50000. طيب دافع مهر 20. فين بقى السؤال؟ السؤال دلوقتي هل هم يحق لهم المهر والقايمه ولا دلوقتي هم اللي طبعا هي اللي رافضه تعيش ورافضه انها تقعد؟ فايه الحل بالضبط؟ بما يرضي الله لا اظلم ولا اظلم. طيب اكلم حضرتك يا حاج علي. بص يا حاج علي، احنا عندنا طرق للطلاق كفالة الشر، يعني المفروض الراجل بيشتغل في مسألة منع الطلاق مش يا سعد. فدلوقتي انت حضرتك كتبت مهر، كتبت مؤخر 20 و50 دي القايمة، ده كله على بعضه كده اسمه مؤخر، ده اسمه الصداق. طيب انت بتقول لي بقى انا دلوقتي مضرور ان انا بطلق واحدة بعد 15 يوم، وعشان كده قلت لك ايه؟ عشان ما تبقاش مضرور لازم تحاول. فقلت لي لا انا مش قادر احاول، أنا جبت آخري. لو إنك أنت طلقتها دلوقتي وأنت طلقتها مش على الإبراء هتدفع كل ده. هتدفع الـ 20 و50. ليه؟ لأن أنت اللي طلقتها. فطلقتها يعني إيه؟ أنت الذي بدرت بتطليقها. لا أنت بتقول بقى أنا مش هينفع ده. خلاص دي مسألة تانية. بيبقى دي صيغة طلاق أخرى. بس صيغة الطلاق اللي انت هتطلق فيها زوجتك دلوقتي لو هتطلقها كده اللي الطلاق اللي هو بنبل ده هتدي لها كل حقوقها. لا انا حاسس ان انا مضرور وعايز اتفاوض معاها على ان انا ما تضررش كل الضرر ده. ده متاح ومش حرام، ده متاح ومش حرام، بحيث ان انت تنفي الضرر عن نفسك وما تضرش حد تاني. ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس لما تفارق، بحيث ان هي ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ان في واحده امراه تم ان هي تزوجت وما تحصلش على صداق، وانت في نفس الوقت لو عندك ضرر تتخلص من هذا الضرر. بس الاساس ان الرجل النبيل بيطلق زوجته ويعطيها كل حقوقها.